بعد انتظار مدة 8 أشهر أو 7 أشهر إلى 8 أشهر وصلت 30,000 مشترك. السلام عليكم يا هلا يا مية هلا، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ جات لكم في مقطع جديد. طبعا هذا المقطع مختلف تماما، طبعا من المقاطع هذا المقطع انه انا مفروض انه ما انشر عن جيف اواي بالقناة. ليش؟ لان هاي مش لان ما اريد شخص يتابعني على مود جيف اواي، اريد شخص يتابعني على مود فيديو، على مود يعني تعب على الفيديو، يتابعني على مود شيء حلو. فطبعا لكن شخص اسمه محمد نوري، شكرا له، قال لي هالقرية ما اريدها، تاون هول 8 ليفلها 72، الملك ليفل 6، 4 عمال، شيء حلو. طبعا ما تقدر تغير اسمك، فقط ما تقدر تغير يعني اسمك ولا مرة، لان اسمك لين مغير اسمه من الاول، لكن يعني بكيفك انت تتصل الشركة وتقول لهم اريد اغير الاسم مال القرية. اوكي، المهم طبعا شو راح انت تشارك بهاي المسابقة الجيب اواي؟ طبعا هسه قبل كل شيء، هاي القرية حساب اكثر من $50، $50 يعني حساب $50 هاي القرية، في يعني مو فد شيء هين. المهم هاي شو راح تشارك بهاي شو راح تشارك بهاي الجيف اواي؟ طبعا بكل بساطة تحط لك للمقطع، تنشر المقطع في شنو عندك حساب في فيسبوك، في يعني وين، انستغرام، عندك حساب ثاني يعني انشره، اذا عندك حساب ثاني حساب يوتيوب اشترك بالقناة. طبعا نحاول انه نرفع هاي القناة اكثر واكثر. طبعا ايضا تكتب بالتعليقات، على مود اعرف انه انت تيجي تشارك بالمسابقه لازم تكتب مثلا قول اللهم صل على محمد وآل محمد، وتكتب جواها تم، وتكتب وتحط جوا رابط صفحتك على الفيسبوك، ورجاء رجاء اتاكد من صفحتك على الفيسبوك، يعني تدخل على الفيسبوك تشوف صدق هذا الرابط اللي خليته صحيح، مو تحط لي رابط غلط رجاء. اذا حطيت رابط غلط وانا دخلت على الرابط اللي حاطه انت وما وداني على صفحتك، يعني انت ضاعت عليك الهدية. فطبعا الهدية هاي راح نعطيك انا ايميل وباسورد، انت بعد من يمك سجلها، الايميل باسورد ما بي اي حماية، فاذا تهكر انا ما علي، ما بي اي حماية. اذا تيد تسوي لي حماية، انا عندي فيديو بالقناة شلون تسوي حماية لهذا الايميل بكل سهولة. فطبعا وصلنا نهاية الحلقة، مثل ما قلت لكم تسوون كل الشروط هذني وان شاء الله، وشكرا لكم مرة ثانية. وصلنا فوق 30,000 مشترك، طبعا انا طموحي اوصل 40,000 مشترك قبل 5,000 مشترك، قلت لكم انا طموحي اوصل 40,000 مشترك حاليا. المهم وصلنا نهاية الحلقة، لا تنسى طبعا كسع اقول لا تنسى يعني وصلنا نهاية الحلقة، بس مين خالف، انا دائما اخربط بالنهاية دائما. المهم وصلنا نهاية الحلقة للمرة الماضية، قد أراكم قريبا، سيو ليتر، في أمان الله.